من بلدية عين البيضاء ولاية أم البواقي، يعاني سكان حي الأوراس العديد من المشاكل التي تنعكس سلبا على حياة سكانه اليومية، فالنظافة شبه منعدمة حيث تتراكم النفايات في كل زاوية، مما سبب تلوثا بيئيا وروائح كريهة تجذب الحشرات والقوارض. السكان يشتكون من تجاهل الجهات المعنية لهذه المشكلة المتفاقمة التي تهدد صحتهم وسلامة بيئتهم. نحن الآن سكان حي الأوراس، حي البستان، حي النهضة، من أكبر الأحياء اللي موجودة في عين البيضاء، كثافة سكانية، بنايات، نعاني أشد العين المعاناة من الرمي العشوائي للرومبلاج، من الرمي العشوائي للزبالة، من الروائح الكريهة لكل صباح. نقولوا احنا طفل صغير مريض بالحساسية، طفل راجل كبير مريض بالحساسية، مناش من هذا الروائح كما تشوفوا، كما كامل حريق تاع الزبالة كذا. نعاني وأشد المعاناة يعني من الكلاب الضالة كما كات، ما خافوا على أولادنا كما كات، ما باش نقولوا احنا السلطات تتوله لينا من هنا، يعودوا مثال يجيونا الأمن كما حكاية يعود ديما في الدوارات لهنا وكذا. وعلى الرغم من الكثافة السكانية العالية، فإن الحي يفتقر تماما للمرافق الأساسية للأطفال مثل الملاعب والحدائق، مما يحرمهم من أماكن آمنة للعب والترفيه. أولادنا ما كانش حتى وين يلعبوا، يعني نقولوا احنا ماطيق ولا كان، ما كانش باش يتولهوا لنا البلاصه كما هذه، ما كانش مش موجود. نتمناو يعني من السلطات العليا نتاعنا، من الوالي ولايه اللي رانا نسمعوا ليه كل خير كما نقولوا، من رئيس الدائره، من كذا، انهم ان شاء الله اذا كتب ربي سبحانه يتولهوا لنا من هنايا، على حسب على اعتبار ان ميزان منطقه كبيره، ماهيش منطقه اللي صغيره، منطقه كبيره بالعدد السكاني نتاعها، بالناس اللي فيها، بكذا عينا احنا نطرقوا البيبان، عينا نتكلموا كما كاي، ما وصلناش، ما قدرناش طول. احنا نتمناو ان كما هكايا مادام تسمى جا قدر ربي سبحانه انه ميزان تلاقاو بالقناه المباركه هذه، على انه ان شاء الله يوصل صوتنا للسلطات العليا. وأزمة النقل تضيف لمسة خاصة لمعاناة سكان حي الأوراس، حيث يعتمد السكان وسائل النقل بديلة ومكلفة للتنقل. سكان حي الأوراس بعين البيضاء وعاني من عدة مشاكل، منها النقل، منها عدة نظافة شوية ناقصة، شوية تشوفوا حوال الجو ما كان والو مسخة، الحوايج والو مسخة، النقل ما كانش، تهبط بات يطيح لك مريض كما يقول واحد في الدار، تهزبه تهزو يحب لك كما يقول واحد 15 و20 و30 الف. نعاني من عدة مشاكل، ما نطلب من السلطات رئيس بلدية عين البيضاء ورئيس ولي ولاية أم البواقي ان شاء الله يتولوا هنا بعين الاعتبار. سكان حي الأوراس نعاني يعني من التهميش من كل النواحي، يعني من ناحيه النقل، من ناحيه الامن، من ناحيه النظافه، نعاني بزاف. وهذا ما سمى حي عريق وقديم في عين البيضاء، ومازلنا نعاني، وننشد ولي ولايه ام الباقي باللي باش يشوف لنا حنايا هنا ويدير لنا الامن والنقل، ويشوف الاحوال تاعنا هذه من نواحي النظافه ونواحي الامن ان شاء الله. وأمام هذه الأزمات يطالب سكان حي الأوراس باتخاذ إجراءات فورية وحازمة من أجل هذا الحي العريق.